احتفلت الكنائس الأرثوذكسية بعيد رفع الصليب المكرم حسب التقويم الشرقي. التقرير التالي يعرض لنا بعضاً من هذه الاحتفالات. تكرم الكنيسة الأرثوذكسية في 27 من شهر أيلول من كل عام الصليب المقدس احتفالاً بذكرى العثور عليه من قبل القديسة هيلانة عام 326. وبهذه المناسبة تقام القداديس الإلهية في كافة الكنائس احتفالاً بصليب الرب، وتشعل النار إعلاناً لهذا الحدث العظيم، حيث احتفلت كنيسة القديسين قسطنطين وهيلاني للروم الأرثوذكس بقداس إلهي ترأسه قدس الأرشمندريت إخرستوفورس عطلاء المرشد الروحي لدير السيد العذراء ينبوع الحياة في دبين، بمعاونة قدس الأب إليكسيوس قاقي شراعي الكنيسة وبمشاركة جموع أبناء الرعية. اليوم باحتفالنا في هاي الكنيسة، في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلاني، من عايد كل العالم المسيحي، من عايد أبنائنا الأرثوذكسيين، أبنائنا المسيحيين، ومنحكي لهم نعمة وبركة الصليب هي تحميكم، هي تبارككم، وهي تعطيكم كل نعمة وبركة حتى نبقى بقرب الكنيسة وبقرب المسيح اللي هو نور القيامة اللي دائما ينور حياتنا. وكل عام وانتم سالمين جميعا. وترأس الأب الدكتور إبراهيم دبور بمعاونة عدد من الآباء الكهنة القداس الإلهي في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بحضور جموع أبناء الرعية والمؤمنين المحتفلين بعيد رفع الصليب المقدس. افرحوا اليوم لأن أسماءكم في الصليب قد خطت بإصبع الله في الملكوت. أنت الآن أصبحت ابن لله واسمك كتب بإصبع الله. في العهد القديم كتبت الوصايا بإصبع الله على لوحين من حجر، وفي العهد الجديد كتب اسمك بإصبع الله في الملكوت. فكن مع المسيح في صلبه وقيامته، كما قال بولس الرسول: صلبت مع المسيح لكي لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. وكل عام وأنتم بخير. كل سنة وانتم سالمين، والله يديم الأعياد والمناسبات على الجميع وعلينا وعلى أهل البلد، ويطول بعمر قائدنا وسيدنا جلالة الملك، وكل سنة وانتم سالمين. كما أقام النادي الأرثوذكسي أيضا احتفالا بمناسبة عيد رفع الصليب المكرم برعاية الدكتور رؤوف أبو جابر، وحضور واسع من الآباء الكهنة وشخصيات رسمية وعامة، ومشاركة جوقة كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في إربد، ومجموعة كشافة ومرشدات عمان الأرثوذكسية، وجموع من المؤمنين. منذ عدة سنوات أن نلتقي معا هنا في بيتنا، في بيت الأرثوذكسيين جميعا، نلتقي
لنحتفل معا بعيد الصليب الكريم المقدس. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. إحياء ذكرى عيد الصليب المقدس لكل منا في النادي الأرثوذكسي ولنا جميعا كأفراد، أن نبحث وننظر ونجند طاقاتنا للمستقبل والخير، ونضيء بسيرتنا نورا يسير جنبا إلى جنب مع نورا مع نور ونار عيد الصليب. إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. كل عام وأنتم بخير.